البديل رقم 9 انطلاقه من جانب سيفيسو، سيفيسو يلعبها خطره ماجورو يسجل الهدف الاول. ادي البديل ماجورو دخل بديلا ليسجل هنا بقى من اختراق للجبهه اليمنى لنادي الزمالك، ويسجل ماجورو الهدف الاول في الدقيقه 67 اهو دخلنا على الدقيقه 68. هجمه سريعه عملت هنا من خيط الان. ادي امامنا هجمه، قاطع المره دي ايمن حفني الى معروف الى باسم، باسم باسم امامه فرصه، باسم يلم باسم ويحطها حلوه قوي المعروف ويسدد. يا راجل جول يا راجل جول جول بقى جول يا معروف، جول يا معروف يا معروف. بعدما ظل معروف يوسف بيخاصم اداؤه الجميل يستعيد معروف يوسف المستوى المعروف عنه ويسجل التعادل، ويسجل التعادل للزمالك في وقت ايه؟ وقت مثالي. بص شوف الزمالك بيعمل ايه، واحلى من معروف يوسف في سقف الشبكه. يا ولد يا باسم يا ولد يا باسم، شوف هنا تلموا على باسم ويطلع لمعروف، ومعروف يوسف ما يكذبش الخبر، والخبر هو هدف التعادل، هدف التعادل للفارس الابيض. يا ولد يا ولد يا معروف، هدف حلو قوي في هذه المباراة، وهدف غالي، هدف التعادل للزمالك وهو مستحق في الشوط الثاني. معروف يوسف يسجل للزمالك بعدما سجل في مرمى النادي الاسماعيلي. من جنب اليمين علي جبر ومعاه باسم، علي جبر عملها لباسم ولكن كرة على طول ترجع مرة ثانية لعلي جبر. ادي اللي جنبك اهو مصطفى، هي دي شمالك، هي دي شمالك، شمالك هي شمالك، هي شمالك، هي شمالك. جول للزمالك، جول 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 للزمالك، جول للزمالك. ده المدفع، المدفع ضرب، مدفع مصطفى فتحي، الهدف الثاني للزمالك. الزمالك المدرسة، المدرسة فتحت أبوابها في جنوب إفريقيا في نورث بريت. أمامنا هنا في هذه اللقطة وفي هذه اللحظة يأتي الهدف الزملكاوي عن طريق الولد الشقي. أدي أمامنا علي جبر اللي عمل الهجمة العنترية ويعمل عرضية ترجع له مرة تانية. ومصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى، حلوة حلوة يا مصطفى، رايحة رشقة 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 يا ابني، رايحة رايحة يا ولد يا ولد. على الهدف الجميل في وقت قاتل في الدقيقة 83 يسجل البديل، ولا أحسن ولا أجمل بديل، مصطفى فتحي الهدف الثاني للزمالك.